موجز لأهم الأنباء، أهلا وسهلا بكم. قتل 5 أشخاص وجرح 19 آخرين من عناصر ميليشيات الكرامة أثناء شبكات دارت مع قوات المشتركة التابعة لآمر المنطقة العسكرية سبها علي كنا بمدينة أوباري. وأشارت مصادر أمنية إلى انسحاب الكتيبة 177 التابعة لحفتر من أوباري باتجاه منطقة جرمة بعد تدخل أعيان وحكماء المنطقة لتهدئة الأوضاع، متهمة ميليشيات الكرامة باستغلال وجود القوات المحايدة في أوباري. وتأتي هذه الاشتباكات بعد محاولة قوات حفتر السيطرة على البئر 86 التابع لحقل الشرارة النفطية. دعا آمر المنطقة العسكرية سبها علي كن كافة الضباط وضباط الصف للالتحاق بمقراتهم والبدء في تنظيم الكتائب والسرايا بالمنطقة. واعتبر كن أفراد القوات المسلحة بالجنوب رقما ولا يمكن تجاهله، مؤكدا بأنه لن يكون هناك توحيد للمؤسسة العسكرية في ظل تهميشهم. وأثنى آمر المنطقة العسكرية سبها على جهود توحيد المؤسسة العسكرية بالقاهرة بالرغم من أنه لم يستدعى أحد باسم الجنوب رسميا، واصفا ما يحدث من انقسام في الجيش الليبي بسبب الأجندات السياسية سواء كانت داخلية أو خارجية على حد قوله. أكدت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة تكليف عدد من مديريات الأمن بطرابلس الكبرى لتأمين كافة المرافق الحيوية وأحكام السيطرة الأمنية على كافة منافذ ومخارج المدينة. وقالت الوزارة في بيان لها الخميس أن مهام مديريتي أمن طرابلس الكبرى تضمنت كذلك تفعيل عمل الدوريات والتمركزات الأمنية وتسيير حركة المرور وضبط الأشخاص المطلوبين على ذمة قضايا جنائية واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار. ودعت الوزارة في بيان لها كافة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي أعمال مشبوهة تخل بالوضع الأمني وفق قولها. طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المصري الولايات المتحدة بالمساعدة في منع التدخلات الخارجية في ليبيا، موضحا أن أكبر تحديات بناء دولة ليبيا تكمن في التدخلات الإقليمية السلبية. وأضاف المصري خلال كلمة ألقاها في مقر الكونغرس الأمريكي بالعاصمة واشنطن أمس الأربعاء بعنوان مستقبل ليبيا أن الليبيين لو تركت لهم الفرصة ليقولوا كلمتهم ويقرروا مصيرهم فأن الأزمات ستحل أو ستحل بسهولة، مؤكدا أن الحل في ليبيا متمثل في تهيئة المناخ لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري وذلك بتحقيق التوافق سياسيا. أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي للبعثة في ليبيا. سلامة خلال لقاء جمعه برئيس البعثة الأوروبية إلى ليبيا ألان بوجيا والسفير الإيطالي الجديد إلى ليبيا جوزيبي بوتشينو بالإضافة إلى السفير الإسباني فرانسيسكو دي ميغال في اجتماعات منفصلة بمقر البعثة في طرابلس ناقشوا فيها آخر التطورات في ليبيا بحسب الصفحة الرسمية للبعثة. تفاصيل أوفى في نشرة السابعة. إلى اللقاء.